بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 21 لهذا الموسم والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة، وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة، وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، وممثلو الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة للشوط السابع من سمو الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة، والذي قام بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى عبد العزيز يوسف طاهر، وكأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز عبد الهادي البقالي، ثم قدم سموه كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز جابر رمضان، فيما قام السيد وائل ميرزا مدير دائرة العلاقات العامة بشركة أسري بتقديم كأس الشركة إلى عبد الله فوزي ناس، هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.